واحد السيد انا خدام معاها 12 سنه ومشى للسجن. المهم خرج ضرب فيها 6 شهور الحبس، خرج بقى كيدبر لي في السبه، ما بقى كي في اشكال، ما ديما كندور هذاك كنجي نصيب امه، فهمتي؟ بحال ملي خرج هو من الحبس بقى يجري، بحال في اشكال، بحال ما عرفتش مالو. انا خرج موسوس بحال هذاك، وقع واحد الغناء انا وياه وسب لي في يما. قلت له انا يما شريفه ما تسبش فيها، وبحال بغينا اذا بحال بغاي ما عرف بغاي بحال بغا يدابز معايا. هو كيجي ولدو من اللور ضربني بالموس، جاني من اللور وضربني، هرق لي الدم ديالي، فهمتي؟ وانا ما انا صافي الانسان ملي هرق لي الدم ديالي صافي، من زيدش نخدم معاه، يعني من زيدش نخدم معاه، فهمتي؟ 12 سنه كندير كلشي، كنديرها كامله، كلشي اللي قال لي ديرها كنديرها، كلشي تشابيستا طولوري تشابيستا بينتور طوموبيلات، كندير صباغه كلشي بياس كلشي اللي قال لي ديرها كنديرها، اي حاجه في المهنه. 12 سنه وانا خدام معاه، ملي بديت معاه صغير ملي كنت كنجمع السوارات وكنقي الكراج من الاول، كانش مقابل المراه ديالو، هي اللي كانت مقابله معايا مزيان وانا معاها مزيان، كنحتارمها وكتحتارمني عادي، فهم؟ ملي خرج انا بيدي ما عرفتش في شكل، بحال خرج مريض، بحال ماشي لورمان خرج، ما كانش هيداك هو مني قبل، ما كانش هيداك مني خرج من بعد، بحال من بعد السجن، بحال بان لي انا ماشي لورمان، حيت علاش عدى عليا، ما بحال قال بوها انت ما كتعرفش، كنا كنتغانوا انا بوها بحال هيداك، حيت هو سب لي في يما، وانا يما شريفه ما كانش خصو يسب فيها. هو ولدو جاني من اللور، ولدو بقى كيشوف، قال لبوه كاع ما كتعرف انت يا. انا كنت خدام عادي، جا في شكال بحال ما عرفتش واش سامع عليا شي هضره ولا ما عرفتش، انا بيدي ما عرفتش، انا بغيت نعرف علاش شغلنا معايا بحال هذوك، وعلاش صيفط ولدو يضربني انايا بالموس. انا بحال تقارعوا عليا متحاموا عليا بجوج بيهم. بحال هو كيضر معايا بهذه الطريقه، فهمتي؟ بحال قال له عطاه بالموس، جاني من اللورو بالموس. ملي قلت له علاش ضربتيني بالموس، قال لي لا داك هي الطرنوفيس مضي ماشي الموس هذاك. المهم ضربني لهاد الجهه من اللور، ضربني لهاد الجهه. وصل المحل ضربني، وعنده الكاميرا، ترى عنده الكاميرا، ماشي ملي ضربني قلت له انت ولدك شنو دار، كامل سته بيضاء عامره بالدم. قال لي انا نروح، وطيحته وما وقع والو، خرج ضربت 6 شهور وخرج. قال لي اما انت ما تصور مورايا والو، بحال هيدا قال لي اما انت ما تصور مورايا والو، فهمتي؟ وانا هذا الانسان هذيك الساعه مشيتنيش على السبيطار، شبرت الطاكسي مشيت للسبيطار، فيها 23 يوم شهاده طبيه، فيها 23 يوم، وبقى كيقول لي اجي تخدم غدا بريمه ديالك نضوبلها لك، اجي تخدم. وانا ديك السيد اللي هرق لي الدم ديالي ما نزيدش نخدم معاه، وخيطيني حتى مليون في السيمانه ما نخدمش معاه، ولدو تكرفص عليا، هذاك الشيء اللي كاين صافي. ما انا بقيت كنطلع للابابو في الطبقه الثانيه، كنخاف نطلع للابابو في الطبقه الثانيه، كنخاف يتبعني يطمرني تما، هذا السيد هذا ماشي لورمان وما يستحقش نخدم معاه. كنوجه رساله رئيس المنطقه الامنيه، جات الانسان هذا طاغي بزاف، فهمتي؟ كيقول انا قتال، وكيبقى يقول انا ندفنك وانا ندير لك، وانا هذا الانسان ما عرفتوش، حيت ما كانش هايدا، ولكن مدخل السجن وخرج ولا بحال مجنون، بحال ما فهمتش انا. تبدل بزاف تبدل، وكيقول لي انا ندفنك انا ندير لك، وما يستقلك الخبر حتى شي واحد. هذا الانسان هذا حقار، فهمتش؟ وانا كنطلب حقي من الانسان هذا، الانسان طاغي بزاف، فهمتش؟ والعريش كامله كتعرفوا طاغي.